النهارده هنعمل ستيك محشي بالزيتون. المقادير هحتاج ستيك بقري، هريسه، كزبره ناشفه، بقدونس مفروم، توم مفروم برضو، زيتون اخضر متقطع صغير جدا، كمون، جنزبيل، ملح، فلفل اسود. عايزه بس نعم رفعها، بسم الله، مره اخره، ونعمل الخلطه. نحط هريسه، اللي مش بحب الاكل الحراق ما يعملهاش، هريسه اختياري مش لازم. شويه ملح، مش هحط ملح كتير عشان حتى الزيتون، مش هحط ملح كتير، فلفل اسود، جنزبيل، معلقه صغيره كمون، كزبره ناشفه، ثوم، طبعا الزيتون. نخلط كويس الحاجات دي مع بعض، والبقدونس مفروم، نحط شويه زيت زيتون، ونحشي ستيك كده. ودخلها الفرن.